السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلاي اي اي، انت كأنك قاعد مع شات جي بي تي لكن صوت، يعني التركيز كله ان انت مش بتكتب، ان انت بتتكلم معاه وهو بيرد عليك، ودي كويسة بحيث ان انت ممكن تتعلم اللغة معاه. طيب يعني ممكن هنا مجرد بس ان انت تدوس كليك وتبدأ ان انت تتكلم معاه. هلو، جود مورنينج. Hey, I'm Judy, the voice of play. Who am I speaking with? My name is Omar. How are you? Hi, Omar. I'm doing great. Thanks. It's exciting to chat with you. How about you? I am good. It is an honor for me to speak with you. Oh, thank you, Omar. That's really nice to say. I'm excited to talk with you. Have you checked out the different voices you can chat with on the Play homepage? No, it is first time, but I'd like to speak with you. That's awesome. I'm glad to hear that. You can always shuffle through different characters later if you want to change. What interests you most about voice technology? زي ما انت شايف، هو تطور كبير جدا على التجارب السابقة. يعني لما بتكلم معاه بحس ان فعلا الجودة اعلى بكتير. تقدر تشير الريكوردينج مع اي حد، تقدر تقول له شير وتشير الريكوردينج، وده طبعا بيساعد الموقع على الانتشار. لاحظ ان انا حتى الان ما سجلتش، تمام؟ يعني كل دي نسخة مجانية من غير فلوس خالص، مفيش اي حاجة بتقول ان انت تدفع فلوس، ممكن في المستقبل لكن حتى لما فيش. طيب ممكن تدوس على الزرار دوت، يبدأ يجيب لك ان انت تتكلم مع حد متخصص. في المستقبل هيبدأ بقى يجيب لي ان انا اختار. هنا لا، واحدة واحدة، يعني هنا لازم اعد عليهم او بيجيب لي عشوائي، انما بعد كده هيبقى فيه زي مجموعة تبدأ تختار. انا محتاج مثلا راجل متخصص في اللغة الانجليزية او في اللغة الالمانية، او انا محتاج حد متخصص في التاريخ، وتبدا ان انت تعمل دردشه معاه. حتى الان مفيش لا عربي، لكن بعد فتره بسيطه هيكون في بيدعم اللغه العربيه. كلام التنبؤ بيبقى بناء على مواقع كتيره سابقه، فبعد كده ممكن تقول له مثلا ايه، انا عايز اشوف، لحد ما توصل للشخص اللي انت عايزه، فتبدا بقى تدوس هنا وتبدا ان انت تعمل دردشه معاه. Hey, what exciting project are you working? I work to make my site. That's great. What kind of site are you creating? I make a site from WordPress. You work in WordPress? Sounds interesting. Yes, I know about WordPress. Are you building a blog or something else? Yes, I make a personal blog. Nice. What's the topic of your blog? زي ما انت شايف تقدر ان انت تعمل معاه شات بشكل احترافي، وممكن تقول له كلون يور فويس. كلون يور فويس يعني خلال 30 ثانية هيسجل صوتك. There is something about traveling that opens your eyes to the beauty of the world. Take my trip to the Amazon rainforest for example. Being there remind such a... انت بسجل 30 ثانية، هو طبعا لازم بالانجليزي، بالعربي يعني بيلقط شوية كده من لهجة الصوت، لكن صوتك بقى مسجل وتقدر ان انت تعمل الحوار بعد كده مع نفسك بصوتك. فعمر بيكلم عمر وهكذا، نقول له فينيش، يبدأ بقى ياخد الحاجات دي ويقول لي سجل اسمك بقى عمر، اي اسم بقى انت عايزه، بحيث ان الصوت ده يسجل تحتيه. فكده احنا استنسخنا الصوت. Hey, it's me, Omar Salim. Sound familiar? Yes, how are you? I'm doing well, thanks. How about you? I am good. It is honor to speak with you. I'm glad to hear that. What's on your mind today? فهو هنا انا كده بكلم نفسي بصوتي، تمام؟ فالتجربة حلوة، ودي بداية. بداية ليه؟ لان انا لو سألته مثلا شغال ايه، هو معرفش انا شغال ايه. لو سألته عائلتك، معرفش حاجة عن عائلتي. لكن في المستقبل هيبقى الموقع بيخزن كل الداتا بتاعتك، بحيث ان انت لما تساله يقدر يعرف كل حاجه عنك. يعني تقول له ايه هو كلبي المفضل، ايه هو القطه المفضله، هيقول لك مفيش. تمام. فمع الوقت هيبقى في توأم رقمي ليك خاص بيك انت، ممكن تخليه بعد كده يعمل فيديوهات. يعني انت مش فاضي تعمل فيديو على الموقع الجديد، ممكن اقول له ايه بصوت عمر وبالاسلوب بتاعه وبالمعلومات بتاعته اعمل حاجة خاصة بيه، فيبدأ يعمل لك انت حاجة بصوتك، ممكن بعد كده بالفيديو بتاعك يطلع لك بقى فيديو. تقدر ان انت بس كل عليك
تربطه على اليوتيوب او تعمل برنامج ياخد الفيديو ويطلعه على اليوتيوب على طول. فدي تطور الذكاء الاصطناعي. ممكن تسيف الكلون بس طبعا لازم تكون مشترك تمام على اساس ايه تقدر انت تسجل ايه زي ما قلت لك. فيبدأ يعمل لك بقى تقدر تسمي اي اسم تمام، وده يبقى متوفر مع الناس كلها. ان لو عايزين مثلا افترض ان انا بعمل اقول له دي شخص مصري مثلا اسمه احمد محمد وحاجات زي كده، خلاص اي حد بعد كده يدخل الموقع ممكن يقول لهم انا عايز اخد صوت احمد محمد دوت، وتقدر ان انت تحط كل الداتا بتاعته وترفع له صورة خاصة بيه، بحيث ان هو لما اجي ادور على مثلا محمد احمد تطلع لي صورته. انت عايزه بابليك ولا برايفت تمام، والبيهيفير بتاعه والنوليدج. يبقى احنا كده كريتنا شخصية، الناس تقدر تعمل معاه شات بالصوت وكل حاجة تمام. فدي هتبقى تجربة كويسة ممكن انت تستفاد منها بشكل كويس. بيقول لي انت ناقصك 30 دقيقة وممكن تعمل ابجريد يور بلان، يعني في دلوقتي خطة مدفوعة لما دخلنا جوه وعملنا حساب. فجربت التجربة دي هتلاقيها لذيذة ان شاء الله.